بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن موضوع القيد المزدوج. القيد المزدوج وهو أساس تسجيل العمليات المالية. أساس تسجيل العمليات المالية. طبعاً القيد المزدوج أو نظرية القيد المزدوج قائمة على اللي هو نظرية مفادها انه لكل عملية مالية طرفين. عندنا طرفين اللي هو طرف مدين وحيجي على ايدنا اليمنى وطرف دائن وحيجي على ايدنا اليسرى. الان حنستعيض بدل كلمة مدين بمن حاء وحنحط شرطة او سلاش بالشكل هذا وحنستعيض عن الطرف الدائن إلى حال. يبقى صار عندنا من حساب إلى حساب، من حساب إلى حساب. بكل سهولة وبكل بساطة حنلاقي اللي هو من حساب في الطرف الأيمن وإلى حساب في الطرف الأيسر. يبقى نتكلم عن نظرية القيد المزدوج اللي هي عبارة عن أساس التسجيل العمليات المالية، وهي قائمة على أنه لكل عملية مالية طرفين، طرف مدين وطرف دائن، ويشترط تساوي الطرفين من حيث القيمة. ويشترط تساوي الطرفين من حيث القيمة. يعني بمعنى لو قلنا احنا اشترينا بضاعة ب 5000 دينار لازم نسدد قيمتها 5000 دينار. لو اشترينا أرض ب 20000 دينار لازم نسدد قيمتها 20000 دينار. يبقى احنا بنتكلم عن توازن رقمي، توازن رقمي، وهذا ما يسمى بالقياس المحاسبي. تعالوا مع بعض ناخذ امثله ومن الامثله تتضح الصوره. طيب الان لو قلنا انه بدات الشركه العربيه براس مال مقداره 50000 دينار ودعت نقدا في الصندوق. هذا الشكل اللي بين ايدينا او الصيغه اللي بين ايدينا اللي في تاريخها 1/1 مثلا، هذه صيغه تعبر عن عمليه ماليه. عمليه ماليه وحنعطيها الرقم 1. يبقى وكاننا بنقول العمليه الماليه رقم 1. طب تعالوا نقرا هذه الصيغه ونشوف ايش التفاصيل اللي داخل هذه الصيغة. قال لك بدأت الشركة العربية برأس مال. يبقى عندنا ايش؟ رأس مال. طبعا الشركة العربية اللي هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن مصطلح اعتباري. يعني بنقول ايش؟ بنقول والله بدأ السيد أحمد برأس مال، بدأ السيد محمد برأس مال، بدأت الشركة العربية برأس مال. طبعا اللي يمثلها السيد أحمد، السيد محمد، بدأت شركة الأقصى برأس مال. يبقى عندنا اللي هو ايه؟ رأس مال. طيب بدأت الشركة العربية برأس مال مقداره 50000 دينار أودع نقدا في الصندوق. وعندنا مصطلح الصندوق وهو يقصد بها الخزينة، ويقصد بها الخزينة. الآن أنا حددت الأطراف. يبقى عندي طرف وعندي طرف، عندي طرف اللي هو رأس المال وعندي طرف اللي هو ايه؟ الصندوق. الفكرة مين مدين ومين دائن؟ خلينا نتكلم مين مدين ومين دائن، لأنه احنا اتفقنا انه لكل عملية مالية، هي العملية المالية تاريخها 1/1، لكل عملية مالية طرفين، طرف مدين وطرف دائن، واشترط تساوي الطرفين. الآن احنا عملنا حاجة اسمها تحليل العملية المالية. حللنا العملية المالية بحيث حددنا الأطراف اللي هو رأس المال والصندوق. طيب يا عزيزي مين المدين ومين الدائن؟ خلينا نستخدم لون آخر. عندنا القاعدة رقم 1، نحفظ قاعدة. القاعدة رقم 1 بتقول القاعدة رقم 1 إنه رأس المال من الحسابات الدائنة. رأس المال من الحسابات الدائنة. يبقى بناء على القاعدة يبقى أصبح رأس المال دائن.
يبقى الصندوق ايش حيكون؟ مباشرة تعرفت على الطرف الدائن، يبقى تبقى عندي الطرف المدين. يبقى اصبح الصندوق مدين ورأس المال دائن. او ممكن بصيغة اخرى يقول رأس المال دائن وبالتالي الصندوق مدين. يبقى هذه الفكرة قائمة على القاعدة رقم واحد. طيب شيء، خلينا الآن نشوف كيف عملية التسجيل. يبقى عندنا رأس مال، واتفقنا إنه دائن، وعندنا صندوق اتفقنا إنه مدين. الآن يا عزيزي أنت كمحاسب، بروح بصمم هذا الشكل، ورقة A4 عادية، ورقة عادية، وبروح في نصف الورقة بقول من ح، بعمل لي صندوق هيك، وبقول إلى ح، وبعمل صندوق هيك. جيد؟ طيب، الآن المن هذا اتفقنا إنها المدين، لو شقة اليمين، يمين مدين، وهذا اتفقنا إنها الدائن. جيد؟ طيب، الآن في علم المحاسبة أنا دائما ببدأ بالمدين، ابدأ بالمدين، وين المدين يا عزيزي؟ ها؟ بيجي بحطه في منطقة المدين. من حساب الصندوق، فمين عندي؟ إلى حساب رأس المال. يبقى أصبح القيم من حساب الصندوق إلى حساب رأس المال. طب القيمة يا عزيزي؟ 50,000 دينار، وهي 50,000 دينار، وهي 50,000 دينار. يبقى أصبح القيم من حساب الصندوق إلى حساب رأس المال 50,000 دينار، 50,000 دينار، في حالة توازن رقمي. وعندنا في علم المحاسبة فرض اسمه فرض التوازن، والذي ينص على أنه العمليات المالية أو الحركة المالية في توازن مستمر، أو العمل المالي في توازن مستمر منذ لحظة إثبات العملية المالية حتى إعداد التقرير النهائي. يبقى العمل المالي في توازن رقمي مستمر، وهذا مهم جدا. الآن تعلمنا كيف نعمل القيد الأول اللي هو القيد الافتتاحي. القيد الافتتاحي، تمام، أو يسمى قيد رأس المال. طيب تعالوا مع بعض الآن ناخذ قيد آخر، بكل بساطة، بكل سهولة، الموضوع سهل وبسيط جدا. كل المطلوب مني أركز، أحلل العملية المالية بشكل سليم وصحيح، ثم بعد ذلك أسجل العملية المالية. نيجي نقول في 2-1، تمام؟ الآن أنا عندي أموال في الصندوق، اللي هي قيمة رأس المال الذي أودع في الصندوق. طيب لو جينا قلنا تم شراء آلة بقيمة 2000 دينار سددت نقدا من الصندوق. هذه صيغة، وممكن نختصر الصيغة، تم شراء آلة بقيمة 2000 دينار نقدا. أنا ممكن كل الصيغة هذه نعطيها اختصار اللي هو إيه؟ نقدا. اقرأ لي إياها مرة أخرى عشان يكون في عندنا اللي هو رؤية واضحة كيف تصاغ اللي هو المسائل. تم شراء آلة بقيمة 2000 دينار نقدا، أو تم شراء آلة بقيمة 2000 دينار سددت نقدا، من الصندوق. الآن تعالوا مع بعض نحلل العملية المالية عشان نحدد أطرافها. عندنا آلة، تأخذ مصطلح آلات، دائما نأخذ مصطلح الجمع، ونقدا اللي هو صندوق. نقدا اللي هو صندوق، يبقى عندنا آلات وعندنا صندوق. طيب الآن مين المدين؟ يبقى العملية هذه رقم 2. مين المدين؟ مين الدائن؟ هذا سؤال. مين المدين ومين الدائن؟ تعالوا مع بعض ناخذ القاعدة رقم 2. القاعدة رقم 2 اللي هي بتقول ايش كانت القاعدة رقم 1؟ يلا نتذكر مع بعض. القاعدة رقم 1 كانت تقول انه رأس المال دائن. القاعدة رقم 2 بتقول الأصول مدينة.
الأصول مدينة. تعالوا مع بعض نشوف إيش يعني كلمة الأصول مدينة. إيش يعني الأصول مدينة؟ هنحط خطين تحت الأصول مدينة. ومين هي الأصول؟ الأصول يا سادة الكرام هي عبارة عن موارد الشركة، موارد الاقتصادية للشركة، المتوقع اللي هو تحقيق منافع من خلاله. هي عبارة عن موارد الشركة الاقتصادية المتوقع تحصيل منافع من خلاله. تعالوا مع بعض نشوف إيش موارد الشركة. قبل ما حل السؤال لازم نعرف إيش يعني الأصول. الأصول تنقسم إلى قسمين: أصول ثابتة وأصول متداولة. بدنا نحفظ المصطلحين: أصول ثابتة وأصول متداولة. ودعوني في هذه المحاضرة أعبر عن الأصول بكلمة ممتلكات. وبالمناسبة ليس شرط أن تكون كل الأصول ممتلكات، ولكن هذا في علم متقدم، عشان هيك إخواننا في الإدارة يسموها موجودات. هذا المصطلح أكثر دقة. طبعا إحنا كمحاسبين نسميها الأصول، إخواننا في الإدارة يسموها الموجودات، وإحنا ممكن نطلق عليها اعتبارا الممتلكات. يبقى ممتلكات المشروع، أي مشروع في الدنيا عبارة عن ممتلكات ثابتة وممتلكات متداولة. تعالوا نشوف ممتلكات المشروع اللي هي عبارة عن قطعة أرض اللي هي أراضي، الأرض عليها مبنى اللي هو مباني، المباني بحاجة إلى تأثيث وتجهيز، تأثير أثاث وتجهيز أجهزة ومعدات، وحنحط اللي هو آلات وسيارات. آلات وسيارات. يبقى عندنا الأصول الثابتة عبارة عن أراضي، مباني، أثاث، أجهزة ومعدات، آلات وسيارات. طيب طالب يقول لي كيف بدي أحفظهم؟ بتعلمك الطريقة ما تنساهم طول حياتك. صلى على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. الآن حنبدأ بهذه الطريقة البسيطة جدا. أنا عندي قطعة أرض، أراضي، الأرض تحتاج إلى مبنى، مباني، المباني تحتاج إلى تأثيث وتجهيز. تأثيث يعني أجزاء اللي هو الفرنتشر، أي أداة، مكاتب، طاولات، مقاعد، أثاث، وتحتاج إلى أجهزة ومعدات وتأثيث وتجهيز. أجهزة ومعدات اللي هو أجهزة كمبيوتر اللي هو الحاسوب، أجهزة الطابعات، أجهزة اللي هو ماكينات تصوير، أي أجهزة في إطار العمل. وإحنا إذا كان مشروعنا صناعي نحتاج إلى اللي هو الآلات، وفي النهاية بدنا سيارات عشان اللي هو نوزع البضاعة من خلالها. يبقى هذه اسمها أصول ثابتة. ليش سميناها أصول ثابتة؟ بكل بساطة لأنه هذه الأصول تستخدم في العملية الإنتاجية لأعمار طويلة. يعني بالمعنى أنه أنا بمتلكها لاستخدامها في العملية الإنتاجية ولاستخدامها في اللي هو العمل لفترات طويلة. يعني أنا لا يعقل أنه أنا أشتري قطعة أرض ثم بعد ذلك أبيعها. والله هي أرض المشروع، هي الأرض المقام عليه المشروع. والله إحنا مشروعنا بدنا يتم اللي هو تأسيسه في الفضاء، بينفعش أبني مبنى للمشروع وبعدين أفكر أبيعه. لا، هو المبنى اللي إحنا بنحتاجه للمشروع. أيضا أثاث المشروع، إحنا ما بنشتريش أثاث اليوم وبنبيعه بكرة، ولا الأجهزة ولا الآلات ولا السيارات. ففكرة ثابتة يعني مش فكرة إنها متحركة، لا، هي بتتحرك بذات اللي هو إيش، الآلات والأثاث والأجهزة والمعدات والسيارات. لكن فكرة ثابتة أي أنها معمرة. يبقى هنا مصطلح ثابتة، تمام، لو يقصد بها الأصول المعمرة. وعندنا حتى في علم المحاسبة أي أصل يستخدم في العملية الإنتاجية أكثر من عام، أكثر من عام واحد. يعني لو هذا الأصل اللي هو مثلا اشتريت آلة وبعرف إنها أو جهاز كمبيوتر وبعرف إنه هستخدمه عامين فقط، يصنف أصل ثابت. جيد؟ طيب نأتي للأصول المتداولة، وهي عبارة عن النقدية في الصندوق اللي احنا بنقول عنها الصندوق،
ثم النقدية في البنك، ثم الأوراق المالية. الأوراق المالية بنرمزلها ألف ميم، أوراق مالية اللي احنا بنقول عنها الأسهم والسندات، طبعا إلها محاضرة خاصة. ثم بعد ذلك أوراق القبض ألف قاف اللي هو الكمبيالات، والمدينون والمخزون السلع. طبعا المخزون يقصد به البضاعة المخزنة أو مخزون البضاعة. يبقى نقدية في الصندوق، نقدية في البنك، أوراق مالية، أوراق قبض، مدينون ومخزون. وبالمناسبة هذا يعتبر ترتيب، هذا يعتبر ترتيب في علم المحاسبة اللي هو ترتيب الأصول المتداولة حسب نسبة سيولتها. هذا ترتيب له علم متقدم اللي هو يسمى ترتيب الأصول المتداولة حسب نسبة سيولتها. طبعا مش هنتطرق لهذا الموضوع لأنه موضوع فيه اللي هو صلب التخصص. نأتي مع بعض للقاعدة. القاعدة بتقول لك رقم 2 الأصول مدينة، الأصول مدينة. تعالوا مع بعض بس هيك هذولا بعد ما كتبناهم وحفظناهم جيد، ونيجي للقاعدة. هي بتقول لك الأصول مدينة. طب طلع عندي أنا الآلات أصول والصندوق أصول. الآلات أصول اللي هو ثابتة، والصندوق أصول متداول. طيب عمين أطبق مين المدينة؟ الآن يا عزيزي بدي أعلمك القاعدة رقم 3 مع القاعدة رقم 2. القاعدة رقم 3 إيش بتقول؟ قاعدة رقم 3 طبعا هي مش قاعدة رقم 3 بالمناسبة، هي القاعدة قد تكون 5 أو 6 أو 7 الآن، يعني لا يحضرني بالضبط الترتيب، لكن إحنا حنسميها القاعدة رقم 3 لأنه أنا متعمد إنه أعلمك القاعدة هذه عشان بس هذه الفكرة، لأنه أنا صغت المحاضرة بطريقة اللي هو إيه مهنية نوعا ما تخصصية. فهروح أقول القاعدة رقم 3 بتقول لي إنه الصندوق ليس له قاعدة محددة. كيف يعني ليس له قاعدة محددة؟ يعني الصندوق تابع، مرة بيجي مدين ومرة بيجي دائن. طيب أنا كيف حميز؟ كيف حميز إنه مدين ولا دائن؟ في سؤالي هذا مثلا بكل سهولة بروح إيش بعمل؟ بطبق. إذا أخذ بيكون مدين، إذا أعطى بيكون دائن. وكأنه لسان حالة بنقول لك الصندوق له قاعدة لكن قاعدة خاصة. صدق الفكرة؟ حتى تكون الأمور واضحة إنه يا سيد يا صندوق أنت إلى قاعدة خاصة. إذا أخذت بتكون مدين، وإذا أعطيت بتكون دائن. طب تعالوا لسؤالنا هذا، لأن إحنا اشتريناها مظبوط بقيمة 2000 دولار من أي مؤسسة أو من أي شركة. الآن إحنا قيمة الآلة من وين جبناها؟ من الصندوق. طب حنفترض إن الصندوق شخصية اعتبارية. اتفضل يا صندوق اعطي التاجر قيمة الآلة. ها يبقى الصندوق ايش؟ طلعنا منه فلوس. الصندوق ها طلعنا منه فلوس، يبقى الصندوق أعطى التاجر. يبقى أنا صندوق شركتي، صندوق محلي، لما اشتريت الآلة أعطيت التاجر، يبقى إذا أعطى بيكون ايش؟ دائن. يبقى مباشرة حتكون الآلات ايش؟ مباشرة حتكون الآلات مدينة. وطبعاً هذه الطريقة بنعلمها للطلبة في بداية خطواتهم في التدرج في التعرف على علم المحاسبة. هي كلها قواعد استرشادية. طبعاً في قواعد متقدمة بتعلم الطالب متى هذا مدين هيو مدين، هذا دائن هيو دائن. ليش؟ لأنه أنا في عندي فلسفة معينة بتوجهني نحو إنه أحدد المدينة الدائن. لكن في سؤال هذا البسيط المتواضع اللي أنا في بداية اللي هو مشوار المحاسبة بقول لك الصندوق بما إنه أعطى، تمام؟ الصندوق طلع منه فلوس، أوعى تقول أخذنا منه، تكلم عنه، بقول الصندوق أنا أعطيت التاجر، ما دام أعطى يبقى دائن، يبقى الآلات مدينة. الآن أنا لو وقفت عند المنطقة هذه وقلت لك حدد لي المدين وحدد لي الدائن، وقفت هيك انا قاعد بحلل، انا انسان متخصص، حدد لي المدين وحدد لي الدائن، باجي عند الصندوق بقول الصندوق اعطى والذي يعطي دائن.
يبقى مباشرة حتكون الآلات إيش؟ مدينة. وواحد ممكن يقول لي طب ما هي الآلات أصل ببدأ فيها أصل والأصول مدينة، يبقى الصندوق ده بقول له معلش طب ما الصندوق برضه أصل. بقول له لا، يبقى نرجع لفكرة الذي أعطى والذي أخذ. ماشي؟ يبقى هذه مدينة. تعالوا مع بعض نكتب القير، نبدأ بالمدينة. ها نبدأ بوين؟ بالمدينة. من حساب الآلات إلى حساب الصندوق، القيمة يا عزيزي 2000 دينار في توازن رقمي، قلنا 2000 دينار، 2000 دينار، 2000 دينار. تعالوا ناخذ مثال آخر، تمام؟ على فكرة أخرى. ماشي، ناخذ مثال آخر على فكرة أخرى. الآن أنا بديش أشتري أصل، طبعاً إحنا عندنا الأصول. لو في الامتحان قال لك تم شراء آلة، آلات، طب تم شراء سيارة، سيارات، تم شراء أرض، أراضي، تم شراء اللي هو جهاز، حاسوب، أجهزة، تم شراء اللي هو مثلاً مكتب، لو قال لك تم شراء مكتب، على طول أختصر كلمة مكتب أتاني. هستعيد بكلمة مكتبة ثابتة، كل هذه أصول ثابتة، والأصول الثابتة عند الشراء بتكون مدينة. بالمناسبة الأصول الثابتة عند الشراء بتأخذ صفة الأصول اللي هي. طيب الآن بدي آخذ شراء البضاعة. بنحشر بضاعة، وأنا ليش فاتح المشروع؟ عشان أشتري بضاعة ثم بعد ذلك أبيع البضاعة، أشتري بضاعة ثم بعد ذلك أبيع البضاعة. تعال مع بعض نشوف الفكرة. فكرة سهلة جدا، بسيطة جدا، كل المطلوب مني انه انا ايه؟ انه انا اركز في هذه القضية. لو قال لك في 3-1 تم شراء بضاعة بقيمة 1200 دينار نقدا، انا عندي فلوس ما زالت في الصندوق، تم شراء بضاعة بقيمة 1200 دينار نقدا. الآن تعالوا مع بعض نحلل العملية. نقدا يعني صندوق، جيد، هاي طرف من الأطراف. طب مين الطرف الثاني؟ تم شراء بضاعة. المثال السابق لما قلنا تم شراء آلة قلنا آلات، ولما قلنا تم شراء سيارة سيارات، تم شراء مبنى مباني، تم شراء أرض أراضي. طيب تم شراء بضاعة تأخذ مصطلح مشتريات، تأخذ مصطلح ايه؟ مشتريات. وبعض الزملاء بيسموها مشتريات البضاعة، يعني بروح بضيف لك ايه؟ مقطع هنا بقول لك مشتريات بضاعة. لا، خلاص احنا نستعيد عن كلمة تم شراء بضاعة ومشتريات. طيب، مين المدين ومين الدائن؟ مين المدين ومين الدائن؟ جيد، جيد، هذه الفكرة اللي أنا بدي إياها. طب ما هو الصندوق أخذ ولا أعطى؟ احنا لما اشترينا بضاعة من تاجر، أخذ الصندوق ولا أعطى؟ قال لك أه الصندوق أعطى. صندوق أعطى، ما دام أعطى يبقى إيه؟ دائن، ما دام دائن يبقى المشتريات مدينة. طيب، تعرف إنه في قاعدة رقم هي رقم 3 فعلياً، تمام؟ هسميها اللي هو القاعدة رقم 3، معلش حضرنا عليها لأنه هي القاعدة رقم 3، بتقول المشتريات مدينة. خلاص انتهى. يبقى أنا مش محتاج حتى لهذه. وإن كانت فكرة صحيحة سليمة 100% فإيش غلط؟ ليش؟ لأن أنا عندي طرفين، واحد فيهم حيكون مدين، واحد دائن، أو واحد دائن وواحد مدين، سيد. أنا الآن تعرفت على أي طرف؟ على الطرف المدين اللي هو مين؟ المشتريات. بقول له والله يا عزيزي المشتريات مدين، من واقع إيش؟ القاعدة. لأنه ما دام في عندي قاعدة لا خروج على القاعدة، تمام؟ يبقى ضل عندي إيه؟ ضل عندي الصندوق اللي هو الطرف الدائن. حبدأ في مين يا ريس؟ حبدأ بالمدين. تعالوا نبدأ بالمدين من حساب المشتريات إلى حساب اسم اللي هي 1200 في توازن. طيب الآن ناخذ القاعدة رقم 4 أيضا بالترتيب. ناخذ القاعدة رقم 4 وبرضه بالترتيب. القاعدة رقم 4 شو بتقول؟ بتقول ما دام المشتريات مدينة يبقى في حاجة عكس اللي هو ايه؟ بيع البضاعة.
بيع البضاعة. في عندنا حاجة اسمها بيع. أنا اشتريت البضاعة عشان أحطها بالمخازن؟ لا يا بص، أنا اشتريت البضاعة عشان إيش؟ عشان أرد أبيعها مرة أخرى. طيب ما دام بدك تبيعها مرة أخرى، يبقى هذا بدفعنا إنه نعمل القيد في تاريخ 5/1. شو بيقول هذا القيد؟ بيقول تم بيع بضاعة. طبعا ممكن أنت تصيغها بصيغة أخرى، باعت الشركة بضاعة، ممكن تقول بيعت بضاعة. تمام، الصيغة اللي بدك إياها، لأنه في النهاية باعت، تم بيع، بيعت، كله في مصطلحات واحدة. تم بيع بضاعة بقيمة مثلا 3000 دينار لمحلات الهدى نقد. جيد؟ طبعا حنشطب هدول عشان نفكرش طالب انهم في ايش؟ في اطار اللي هو افكار اخرى، لا هي نفس المصطلح. تم بيع بضاعة بقيمة 3000 دينار لمحلات الهدى نقد. طبعا يا سادة يا كرام، تم بيع بضاعة مبيعة ونقدا صندوق. طيب الآن تعالوا مع بعض قبل ما نكتب القاعدة، نيجي مع بعض. أنا حددت الأطراف، مين المدين ومين الدين، باجي للصندوق. أنا لما بعت البضاعة، بعت استلمت ايش؟ فلوس. حطيت الفلوس وين؟ في الصندوق. يبقى صندوقي أخذ، يبقى ما دام بياخذ يبقى مدين. ما دام الصندوق مدين يبقى مباشرة المبيعات دائن. خلاص ما حددت الطرف. واحد بيقول لي لا يا استاذ رامي كلامك رائع 100%، لكن تعال مع بعض ناخذ قاعدة. ايش القاعدة بتقول؟ هاي القاعدة رقم 4 راحت ايش قالت؟ قالت انه المبيعات عكس المشتريات. طب المشتريات كانت مدين يبقى المبيعات دائن. بكل سهولة واروح بقول له هذه دائن، يبقى اذا هذه مثل، يبقى اذا هذه. الان بروح بعمل قيدي، معلش اعمل ورقة الـA4 تاعتك. ببدا بالمدين ولا بالدائن؟ يلا ابدا بالمدين ولا بالدائن؟ واحد بيقول لي ابدا بالدائن، ليش يا ابني؟ انا ببدا بالمدين في كل الحلول، ما دام انا بدي اسجل عملية مالية يبقى ببدأ بمين؟ بالمدين، من حساب صندوق إلى حساب المبيعات، وآدي 3000، 3000 في توازن رقم، في توازن رقم. طيب، تعالوا مع بعض ناخذ القاعدة رقم 5، قاعدة رقم 5، الآن لو لاحظتوا هتلاقونا بنتدرج سلمة سلمة في اتجاه اللي هو ايه؟ فهم الفكرة تماما. القاعدة رقم 5 تتكلم عن المصاريف. مصاريف. اليوم أنا عندي شركة، عندي مصاريف، عندي مهام، عمل، مشروع، عندي مصاريف. أشهر هذه المصاريف اللي هو مصاريف الرواتب. انا عندي موظفين بدي اعطيهم اللي هو ايه؟ بدل الخدمه اللي بيقدموها للمشروع اللي هو خدمه عقولهم عملهم كموظفين. عندي مصاريف الايجار، انا ممكن اضطر اتاجر مخازن. عندي مقر الشركه الملكي الخاص بي، ممكن انا اتاجر مخازن. اقول لك ممكن اتاجر مقر نفسه، يعني يكون مشروعي نفسه بالإيجار، فعندي مصاريف إيجار. وبالمناسبة أنا حستعيط عن كلمة مصاريف بحرف الميم، هاي مصاريف الإيجار. في عندي مصاريف كهرباء، رميات، وهات اللي هو الاتصالات، برضه مصاريف. في عندي مصاريف صيانة وإصلاح، مش حكتبهم كلهم. مصاريف صيانة وإصلاح، مصاريف قرطاسي، مصاريف التأمين هنتكلم عنها في إطار اللي هو محاضرة. في عندنا اللي هو مصاريف الدعاية والإعلان. في عندنا مصاريف الضيافة. تمام، القرطاسية قلناها، وهيك بنكون أعطينا شكل، أو مصاريف الدعاية والإعلان حكيناها، بنكون أعطينا هيك شكل من أشكال المصاريف.
تعالوا مع بعض لقاعدة المصدر قبل أن نأتي على حل أي مسألة. القاعدة رقم 5 بتقول إنه المصاريف بكل أشكالها أي مصروف، لأنه لو قرأت بعض الكتب هتلاقي إيش كاتب لك؟ مصاريف تشغيلية، مصاريف تمويلية، مصاريف رأسمالية، مصاريف تسويقية وبيعية، كل المصاريف إيش كان شكلها؟ بتكون من الحسابات المدينة. تعالوا ناخذ مثال، ومن المثال يتضح البيان. في 30/1 خلص الشهر الأول، اجتنا فاتورة الكهرباء، تمام؟ 100 دينار سددنا قيمتها، تم تسديد مصاريف الكهرباء عن شهر يناير والبالغة 100 دينار نقدا. تعالوا مع بعض، ايش بيقول لك؟ بيقول لك يا عزيزي نقدا يعني صندوق، جيد جيد، هاي صندوق. بيقول لي في عندي حاجه اسمها مصاريف كهرباء. طبعا مش شرط يقول لك تم تسديد مصاريف الكهرباء، ممكن يقول لك تم تسديد فاتوره الكهرباء. فاتوره الكهرباء مباشره هتعرف انه هذه مين الكهرباء او مصاريف الكهرباء. طبعا مصاريف الكهرباء لها قاعده ان المصاريف ايش؟ مدين. خلاص ما بدورش على الصندوق، هيجي اللي هو ايه؟ دائم. وقيدي بكل سهوله بعمل ورقه A4 بقول له من حساب مصاريف الكهرباء الى حساب الصندوق، الى حساب الصندوق، هاي 100 هاي 100. الان عندنا القواعد، راس المال دائم، بعدين جينا مباشره المشتريات او الاصول، اسف الاصول مدين، وخاصه الاصول الثابته هنتكلم عنها، متى تاتي مدينه ومتى تاتي دانه. ثم بعد ذلك المشتريات مدين، اللي هي مشتريات البضاعه، ثم عكس المبيعات دائم، ثم اخيرا المصاريف مدين. وفي عندنا قاعده خاصه اللي هي قاعده الصندوق، وبالمناسبه قاعده الصندوق ما ينطبق على الصندوق ينطبق على البنك. لما نبدا نحل مسائل اكثر، ما ينطبق على الصندوق ينطبق على البنك. ايش القاعده اللي بتقول؟ بتقول الذي ياخذ مدين والذي يعطي دائم. بالبلدي بنقول اللي بياخذ متداين واللي بيعطي دائم. وهيك بنكون نهينا محاضرتنا اللي هو في تسجيل العمليات الماليه، اللي هي قائمه على نظريه القيد المزدوج، اللي هي بتقول لك لكل عمليه ماليه طرفين، طرف مدين اللي هو من حساب، وطرف دائم الى حساب، ويشترط تساوي او توازن اللي هو الطرفين رقميا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.